النهاردة هنتعلم ازاي نعمل سي في بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هنرسم فكرة معينة، هتلاقي ان شاء الله شكلها حلو، تقدر انك انت تعملها سي في لنفسك. احنا عملنا منه دروس قبل كده موجودة على القناة، فممكن ترجع تبص عليها. وما تنساش تعمل لايك وشير الحلقة عجبتك وسبسكرايب في القناة، ويلا بينا نشوف ازاي هنقدر نعمله النهاردة. اول حاجه هتعملها انك انت هتفتح دوكيومنت جديد، هتدوس من برينت وتختار E4 وهتعملها ان هي تكون بورتري، وبعدين تقول كرييت. سيب لك الملف ده فيه شويه اختيارات تقدر انك انت تختارهم لو عايز. لو عايز تغير الشكل بتاعك مفيش مشكله، تقدر انك انت تغيره. هنرجع للصفحه بتاعتنا، واول حاجه هنعملها ان احنا نعمل فيل للصفحه بلون رصاصي فاتح بالشكل ده كده مثلا، وهتبدا انك انت تعمل مستطيل بالطريقه دي. بعد كده تقدر انك انت تعمل له لوك سيليكشن عشان ما يتحركش، علشان هنرسم فوق حاجات تانية. هنختار لون اغمق بشويه وليكن ده، ونختار نعمل بيه مستطيل بالشكل ده كده. اعمله لوك هو كمان علشان ما يتحركش معاك، علشان تبقى انت ماشي مظبوط. بعد كده هتجيب الريكتانجل تول، هتعمل ريكتانجل كبير بالشكل ده، وبعد كده هتعمل له راوندد بالطريقه دي كده. هتعمل لونه مثلا وليكن برتقاني، اعمل منه نسخة تانية ونرسم مستطيل تاني هنا، المستوى بتاعه لحد هنا. وهجيب البين تول وبشيفت هدوس هنا، وهعمل راوندد بالشكل ده كده، وارجع اظبط الشكل بتاعي بالطريقه دي، او نخلي ده كده، ومن هنا نعمل راوندد كده، وبعدين نوصلها بالحبل بالسلك بالنقطه التانية، ونعمل سيلكت على الاثنين دول ونعملهم يونايت مع بعض عشان يبقى الشكل واحد. بعد كده هاجي بالدايركت سيلكشن تول واعمل سيلكت على الجزئين دول واعملهم راوند بسيط كده. ممكن نكبر دول شويه بالحجم ده، وهنيجي هنا وندوس من افكت ستايلايز دروب شادو، خلي الدروب شادو لفوق، نظبط الشكل كده، قلله شوية، نقلل الاوباستي، خلينا مثلا 35، وهنقول له اوكي. ده كده اول شكل. هنعمل برضو دروب شادو للشكل ده، نستايلز دروب شادو، ممكن نفس اللي اخترته تقول اوكي. فانت كده عملت دروب شادو للشكلين بتوعك دول. بعد كده هتعمل ايه تاني؟ اول حاجه ممكن تجيبها تجيب الصوره، طبعا انت معاك صور كتير هنا، تقدر انك انت تختار اللي انت عايزه منهم. خلينا مثلا نختار الصورة دي، نعملها في جروب،
وهنعمل سيلكت على الجزء اللي ورا اللي هو الدايرة الفوشيا دي، ونعمل لها هي كمان افكت دروب شادو، نزود الاوباستي شوية عشان يبقى واضح اكتر، ونقول اوكي بالشكل ده كده. بعد كده نبدأ ان احنا نظبط البروفايل بتاعنا. هنعمل نفس القصة بتاعت الشكل ده كده بس بشكل تاني، نعملهم في الاول في جروب وعمل لهم لوك هو كمان. هنعمل الشكل بتاع التايتلز، هنجيب دايرة هناخدها نفس اللون ده وجواها دايرة صغيرة، خلينا نكبر دي شوية كده، خلينا نعمل دايرة صغيرة من Object Path Offset Path كتير، نخليها ماينس 3 وأقول له غير اللون بتاعها لنفس اللون الرصاصي ده، وهعمل لها مستطيل كده طويل ياخد نفس اللون ده ويحركه بالشكل ده كده. هرجعه بكنترول جيم او التراكت الشمال نظبطه كده. وكمان هنعمل له نص دايرة هنا كده، حاول نظبط الجزء ده. نبدأ ان احنا نعملهم كلهم يونايت مع بعض، وفي الشكل ده كده نبدأ ان احنا نظبط الجزء ده كده عشان يبقى مظبوط، والجزء ده برضو. وهنرجعه ورا بكنترول ده بالشكل ده. في كام نقطة هنا زيادة فاحنا هنمسحهم عشان ما يبوظوش الشكل، مثلا النقطة دي كده. الشكل بتاعك بقى مظبوط تمام. اعمل لهم جروب مع بعض، خلي ده لتحت هنا، وهناخد منه نسخة نصغرها نحطها هنا كده عشان ده يكون اول تايتل معاك. تحط في التايتل ده مثلا الايكون بتاعت السكيلز مثلا، هناخد علامة الشاشة بس. صفرها. وهنكتب الفونت بتاعنا. غير اللون، خليه مثلا نفس اللون ده. وهتيجي على الجزئين دول وتعملهم لفين بالشكل ده كده. بعدين تبدأ تكتب العناوين.
اعمل سيلكت عليهم كلهم واعمل لهم محاذاة، ومن هنا برضو كده، وهتركنهم في جنب كده. بعدين ممكن تجيب علامة النجمة وتكون ده الدليل على النجوم، انك انت المستوى بتاعك قد ايه، صغرها شوية كده. وبعدين تبدأ تعمل العدد اللي انت عايزه بكنترول دي بالشكل ده. تبدأ تنقص مثلا شوية وتزود شوية حسب السكيلز مثلا. اعملوا في جروبات مع بعض عشان تسويهم بعد كده اعمل الشكل ده كله في جروب مع بعضه علشان يبقى كل حاجة لوحدها. اعمل منه نسخة ونزلها لتحت واعمل لها مساواة مع الشكل ده. غير الايكون بتاعتك، اعمل انجروب وغير العنوان بتاعك. هنا هتكتب مثلا السنة من كذا لكذا، وليكن مثلا من 2010 مثلا دي 2014. وده التايتل بتاعك، يبقى جنبها كده. دي هنصغر خطها، نغير الفونت مثلا لفين، وده نتخنه شوية لبولد. وهنا كده هنجيب تايب تول ونرسم مربع بالشكل ده عشان يكتب لنا فيه كلام كده. نخلي مثلا الكلام مثلا 5، الفونت بتاعه 5، و عشان يبقى الكلام كده. نغير طبعا الفونت لسن، نكبر شوية. دي نكبرها. انا معنا دول كده هنعملهم نفس المساواة، وده تحتها على طول. هنعمل دول في جروب من اوبجكت جروب، وهننزلهم تحت. نعملهم alignment مع بعض، وهنعمل منها نسخة كنترول دي. وليكن مثلا يكون معانا 3 بالشكل ده. اجيب الالبس تول واعمل دايرة بالشكل ده كده،
ونزل بالت كده وشد واحدة تانية وبالت تاني وشد واحدة تالتة وهعملهم alignment مع بعض وهجيب rectangle tool وعمل rectangle يشمل التلاتة بالطريقة دي كده وهعمله alignment مع الشكل بتاعي وخلينا نديله لون الأول نفس اللون البرتقاني وبعدين نعمله alignment مع الدوائر وبالت البراكت شمال ننزله مرة أو كليك يمين ونختار arrange send backward نعمله كمان مرة send backward عشان يرجع لنا ورا بالشكل ده ونعمله alignment مرة تانية معاه. الشكل ده كده. خلينا نطلع نعمل دول طبعا في جروب وناخد كمان مرة واحد بالشكل ده كده ونعمله alignment برضو عشان يبقى كله تحت بعضه وهنسمي ده language أو لغات وهنا ممكن نغير الشكل الدوائر مثلا وغير الشكل الايكون اللي جوه خلينا نختار الايكون بتاعت اللانجوج نحطها مكانها هنختار الاليبس تول وهنعمل إليبس بيضة كده صغرها شوية وهنعمل من Object Path Offset Path نخليها ماينس واحد مثلا نقول له أوكي ونخلي بدل الفيل ستروك ونغير الستروك بتاعنا لنفس اللون ده ونخلي ستروك تخنه شوية بالطريقة دي ونكتب جواه مثلا 100% عشان ده كامل فيبقى 100% نغير اللون لأبيض ونغير الحجم بتاع الفونت نخلي مثلا سيمبولد ونخلي اللون اسود مثلا معلش تاني حسيت ان اللي جوه هيبقى ابيض وناخدها كده بالطريقة دي اعمل لهم كلهم alignment علشان يبقى مظبوطين المكان مساحة ممكن تتخن ده شوية لبولد مثلا في ادخن من البولد في البلاك كويس اعملهم في جروب وشد واحدة تانية هنا كده وهدي شوية كده اعمل لهم alignment مع بعض ونزل اتنين زيهم بالشكل ده كده وغير بقى في الشكل زي ما تحب وليكن مثلا هنجيب سيزر تول هنيجي هنا نقص حتة كده صغيرة ونمسحها نعملها جروب ان جروب الاول وبعدين نمسح الحته الصغيره دي نيجي نقف هنا وندوس على ستروك ونختار كورنر وكاب عشان تبقى بالشكل الكورنر بالشكل ده كده وبعدين هنختار 100% دي نخليها مثلا 90 هنعمل نفس القصه في كل واحده على حسب الشكل اللي انت عايزه
اعملهم في جروب برضو. هنا بقى هنكتب اسم الشخص اللي عامل السي في، يبقى بالشكل ده كده. واعملهم في جروب تاني مع بعض. ممكن تعمل لهم لوك عشان متحركوش برضو. هنا بقى كده ناخد الجزء ده وهنبدأ ان احنا نظبط الاشكال الباقية. هيبقى كله بنفس الشكل زي ما انت متعود عليه، زي ما عملنا دلوقتي بالظبط. هنا هنطول دي شوية. وهنعمل لهم مع بعض يونايت. نعمل لهم سيلكت. وبرضو هنعمل لهم راوندد من هنا بالشكل ده كده. وبعدين برضو بالتكست من هنا خليها مثلا 8، وهنعمل شوية تكست بالشكل ده كده. ممكن نغير اللايت لريجولار مثلا. لا خلي ميديم بولد. وهنلغي الشكل ده كده. وهنلغي برضو المسافات.
هنا هنعمل الكونتنتس في الحته دي، الكونتاكتس قصدي. هنيجي نعمل لهم ان جروب، طبعا عشان اللون هناخد بقى نفس اللون اللي هو الغامق ده لكل الكونتاكتس. بعد كده بقى نعمل شوية تايتلز صغيرة كده بالشكل ده كده بقى. خليكم معايا شوفوني هعملها ازاي. طبعا تقدروا انكم انتوا برضو تغيروا في العناوين زي ما انتوا حابين.
وبكده يكون انتهى تصميمنا النهارده، وهو السي في هيكون بالشكل ده. اتمنى الدرس النهارده يكون عجبكم، انكم تكونوا استفدتوا حاجه جديده. لايك وشير الحلقه لو عجبتكم، واشتركوا في القناه ما تنسوش تفعلوا جرس التنبيهات. كان معكم حازم صالح، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.